الفن طبعا حاجة عظيمة جدا وكلنا بنحب نتابع الفن، عشان كده عملنا تقرير من معرض الأقصر للفنون اللي بيروج للفنون الجميلة المحلية والمعاصرة، واللي كمان بيعرض فنون لفنانين مصر الكبار وبيقدم المواهب الجديدة والعالمية. خلينا نتابع مع حضراتكم ونرجع على طول. قلب البر الغربي وتحديدا قدام الموقع التاريخي لتمثالي ميمنون بمحافظة الأقصر، قررت الفنانة الأمريكية دومينيك تفتح معرضها اللي بيستضيف مجموعة رائعة من أعمال تشكيلية لفنانين من مختلف الجنسيات والخلفيات لتشجيع الحركة الفنية بصعيد مصر. So the local artists are so fantastic. And they don't have a voice here. A lot of them are going up to Cairo to exhibit their work, but really people in Luxor don't know about the living artist here. So it came to my mind, you know, if there's a chance that I can do something, maybe an online exhibition, then we can try that. But so I, about a year, 2 years ago, I started finding out whether people would be interested in this. And they were, and so we opened a space a year ago, and the enthusiasm and support from the artists was so fantastic. مشاركة واسعة في المعرض سواء من محافظات الصعيد أو من أجانب مقيمين في مصر، واللي بيشوفوا أهمية المعرض كونه مركز لرواج وتشجيع مواهب شابة مختلفة ومتنوعة بعيداً عن العاصمة. الحقيقة احنا سعداء جدا بان دلوقتي بقى اصبح في قاعة الأقصر ارت جاليري موجودة في البر الغربي، وحقيقي هو مهم جدا ان قاعات الفنون التشكيلية وقاعات المعارض تنتشر في مصر في انحاء مصر، لان ده ليه علاقة بالوعي الثقافي. الحقيقة يعني فكرة ان المعرض هنا دي مش اول مرة طبعا اشارك فيها، بالذات مع الأقصر ارت جاليري. فكرة المكان نفسه هو في البر الغربي، ده يعني فكرة كويسة جدا، انها بتختلف عن حتى في القاهرة. الجو، المكان نفسه، الطاقة اللي فيه طاقة كويسة جدا، المعابد اللي حوالينا بنتأثر بالمكان اللي موجود، فالموضوع مختلف تماما عن القاهرة. الوجود الأجنبي الفاعل والمؤثر في مصر وسيلة لحوار حقيقي وفعال بين ثقافات ورؤى مختلفة، خاصة من خلال الفن اللي يقدر يجمع كل الاختلافات ويقدم منها لوحة فنية في غاية الجمال. من محافظة الأقصر، مينا مكرم، صباح الخير يا مصر.